السلام عليكم مشاهدي الكرام والمشاهدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شخباركم؟ عواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد ان شاء الله، باش تمنيتو الصحه والهنا ان شاء الله والشفاء للمريض وطول العمر. سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف لي فيديو نظرا لظروف صحيه شويه ولظروف عاوتاني خاصه. كنشكر بزاف الناس اللي سولات عليا والناس اللي قالوا اللي قالت لي فين تعطلتي، توحشنا لي فيديو ديالك، توحشنا الصوت ديالك. كنشكرهم بزاف بزاف وكنشكر الجميع. اليوم جيت لكم نوريكم الطريقه ديالتي في استعمال اول خطره، يعني غادي نستعمل الطاجين يلا شريته، يعني قبل ما نطيب فيه، يعني شنو كيفاش غادي نديرو. ها هو واحد الطواجين شريته غالبارح، انتما شريته على شكل حوته، ولكن انا غادي نبقى ندير فيه الحوت وندير فيه هكا طاجين بالدجاج ولا باللحمه. انتما دابا هاد الطاجين هذا راه غسلته بالماء ياك، وخليته في البانيو ديال الماء، عمرت البانيو ديال الماء، خليته تقريبا ساعه ديال المقاله وهو مغطوس في داك الماء. دابا غادي نحاولوا نشدو الزيت، انتما عندنا الزيت عاديه، انتما غادي نحاولوا ندهنوه مزيان، ماشي ندهنوه، راه يعني كما كنقولوا خصو يشرب الزيت مزيان 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 مزيان، راه ماشي يعني تديرو غير شي شويه ولا، راه خصكم تخليو زعما كما كنقولو كيقطر كلشي، تخليو لداخل دهنو لداخل وجناب نتي باش يعني باش كيبقى لنا مزيان. غندهنوه بزويته مزيان ان شاء الله، وغادي يبقى ان شاء الله غيبقى لكم مزيان باش ما يتشهق. باش والطاجين الصراحه السر ديالو باش كت يعني كيبقى مزيان ما تجهدش عليه البوطه، ودائما دير تحت منو اما ديك الحديده ديال راه كيتباعو غير بخمسة دراهم ماشي شي حاجه، ديك الحديده ديال سميتو اللي كدير تحت الطواجن. وغير كتعرفوا الطياب ديال الطاجين كيجي بنين الصراحه، ما كنكثروش فيه المياهات، يعني ما كنمرقوش بزاف، غير شويه تقريبا كاع، لان الخضره كتطلق الماء وهادي وهو كيكون كيطيب على المهل، راه ما كنكثروش الماء بزاف، يعني راه هادشي باش كيبقى الطاجين يعني مزيان. وانا الصراحه كنصحكم بهذا النوع ديال الطواجن هادو، هادو هما الطواجن الفري كما كنقولوا، هادو هما الصحيين، احسن من هادوك الطواجن اللي مجلجين. هادوك انا راه جربتهم، يعني جربتهم هادي كما كنقولوا واحد الخطره، بقيت كنطيب هادوك اللي مجلجين ماشي في هادو، لقيت فيهم واحد الماده راه كيديروا معاهم الزنق، لقيت الغطايه ديالتو مخرجه ليا واحد سميتو هنا واحد الماده، وبحال هكا بقات مكركبه ليا هنايا بحال بواقات. هذاك راه ماشي صحي، هادوك الطواجن اللي مجلجين كنصحكم بهاد الطواجن هادو ديال سميتو، هادو زوينين غزالين، هادو كيعطيو نسيمه زوينه في الماكله وصحيين الصراحه، احسن من هادوك المجلجين. كاينين في الاسواق الكبار، اسواق يعني بحال المراكز التجاريه الكبرى، راه كاينين اللي مجلجين، ولكن كتلقى عندهم هادشي ديالهم وهذا الداخل ما مجلش، يعني كيبقى طبيعي غير هكا بهاد سميتو بهاد الطين هكا، ما كيديرولوش داك الجلج. هذاك راه مزيان وكيكون شويه الثمن ديالهم طالع، وكيكونوا يعني في الاسواق التجاريه الكبرى، لكن ماشي مشكل بنادم صحته هي الاولى. هانتوما وغادي ندهن حتى الغطايه ديالنا، المهم نصائح اللي غادي نعطيكم، الطاجين ديما نحصوا عليه البوطه وخليوه يطيب على خاطرو. حتى دابا انا الصراحه ملي كنبغي نطيب في الطاجين راه كنوض بكري وكنديرو غير على داك الرويس الصغير ديال البوطه ونخليه راه تمايا حتى كيطيب على خاطرو. صراحة ما كاينش ما احسن من الماكله ديال الطاجين، كديري فيه غير شرموله ولا غير هادي كتجي زوين، كتجي فيه بنينه زوينه. هانتوما راه غيتدهن كلشي الغطايه كلشي باش غنبقاو محتافظين عليه باش كيبقى لنا مزيان.
هانتوما راه دهنتو كله، هانت ما راه عرفتي راه ماشي غير مزيت، راه شتي هانتوما راه لا من الداخل، هانتوما شتي راه ولا كيشرب، شتي راه ما بقاش ديك الزيت هكا يعني باينه. هانتوما ودهنتو عاود على برا. دابا شنو غادي ندير له؟ دابا انا يلا لقيتوني طيبت الخبز، الفران راه مازال سخون، غادي ندخلو الفران، يعني الفران راه ما غاديش يبقى شاعل، غادي نطفي الفران ولكن راه سخون كما قلت لكم. عاد طيبت الخبز غادي ندخلو الفران واحد ربع ساعه ان شاء الله، على ما نشوفوا هاد الزيت يبسات، وديك الساعه انا نرجع معكم. مشاهدي الكرام ديالي، هانتوما من بعد ما خرجت الطاجين ديالي من الفران، هانتوما كيدخل النتيجه، راه شرب ديك الزيت كامله هانتوما شي، ولكن راه خليته واخا يعني الفران برد وهذا، خليته تقريبا شي ساعه وزياد، هانتوما حتى شرب هاد الزيت كامله، راه كيبقى هائل، كيبقى زوين، وديك الريحه ديال داك سميتو ديال هذا خارجه منو ديال الفخار وغزاله. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه هادي الا شريتو شي طواجين ان شاء الله في هاد العيد هذا، وتردوا عليا. دابا ان شاء الله ندير معكم شي وصفه لشي طواجين في هاد الطواجين ان شاء الله يا ربي، وعواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد. ما تنساونيش بلي لايك، وشكرا لكم بزاف، وكنشكر الناس اللي كتسول فيا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.